سيء، نشوف فين الاسباب اللي بدات ولما لا تحسين الترتيب ديال الفيفا. اذا تعتبر نتابعوا الخطا اللي فادت المنتخب الامريكي لعبات الكره الدائريه من كريستيان بيليزيتش وتدخل الحارس ياسين بونو، اول محاوله من الجهه اليسرى تدخل خطوره لابد من التدخل لابد من ابعاد الكره ممتازه الحارس ياسين بونو، تدخل ممتاز وابعاد الكره وابعاد الخطوره. عدة المنتخب الامريكي من الجهه اليسرى حتى من لاعب خيسوس فيريرا اللي كيحاول يسدد تسديده مره ثانيه من حسن الحظ مره ثانيه واعتقدني اذا نفذت زاويه لعبه كره دائريه خروج ممتاز ياسين بونو. ياسين بونو كطير الكره لانه كان تبطئ شيئا ما حذاري من المرتدات الهجوميه، فرصه من الجيل ولا تسديده ياسين بونو ممتاز الحارس ياسين بونو السوداني خرج من الرقابه رفعت كره داخل المحفظه الفرصه ايوب الكعبي براكس فرصه لفائدة المنتخب المغربي ممتاز فرصه تدخل الحارس تيرنر مان فرصه طارق السوداني كره كطير مين كيمر في جلائب عادي تعرب تمويه ايوب كعبي فرصه ممتازه طريقه المغربي رتبه 24 عالميا ثانيه افريقيه الفرصه فرصه خطيره تدخل ممتاز للحارس سواء الجماهير المغربيه الحضور ديالهم في الوقت كان هناك فرصه فرصه كان تدخل مرتدات هجوميه خطيره لفائده المنتخب الامريكي خطيره 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 والهدف الهدف الاول لفائده المنتخب الامريكي الانجليزي تاريخي كي مرة في لعيب ارونسون بريندن هنا المراوغة قلت بانه واحد من افضل اللاعبين منطقة الجزاء اشرف حكيمي بالفعل ارتفعت الكرة الرأسية فرصة فرصة لفائدة المنتخب الوطني المغربي الرأسية الامريكي من الجهة اليمنى تسديدة تسديدة قوية والكرة في الشباك هدف ثاني كيدخل تما كيفاش كي وهذا الخطا اشرف حكيمي كيسدد ممتازه الكره لمست احد اللاعبين وتحولت سجل اهداف من هذا المكان لعبات كره بشكل ممتاز الخطوره ممتاز اولاحي عز الدين اولاحي ممتاز اولاحي فرصه 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 عز الدين اولاحي المنتخب الامريكي حذاري من التمريرات فرصه خطيره 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 حسن الحظ تدخل ممتاز لياسين بونو الوطني المغربي كنتظروا هذه فرصه فرصه عديد تعرب تتعرب داخل منطقه الجزاء تسديده قويه وتدخل الدفاع قبل الامريكي محاوله خطيره كريستيان بيليزيتش وتدخل الحارس ياسين بونو لحسن الحظ يونيون في الوقت تبع هذا ماسيني رفع الكره ممتازه فرصه طارق تيسوداني كان بامكانه ان يوضع الكره في الشباك الكره لتيماويه حذري بتسديدات فرصه خطيره تدخل الحارس ياسين بونو دائما الخطوره تدخل خطأ ما تنظنش كاين خطا انا ما تنظنش كاين خطا نوعا ما عندنا حجي وريت الصافره ديال الحكم كيسدد وكانت المتابعه ديال ياسين بونو ولكن كرة تعانق محاولة الدخول داخل منطقة الجزاء سفيان رحيمي الحكم على ضربة جزاء الحكم يعلن أخيرا عن ضربة جزاء لفائدة المنتخب الوطني المغربي البلجيكي سليم أملاح وجه لوجه مع تيرنر سليم يضيع سليم املاح الكره كترتطم برحيمي رحيمي غادي يرفع الكره فرصه لفائده المنتخب الوطني المغربي فرصه تسديده لكن مشات فوق اذا فيصل الفجر رفع الكره في الجهه اليمنى الراسيه فرصه نيف اكارد محاوله وتدخل الحارس تكون اخر محاولات هذه المباراه لفائده المنتخب الوطني المغربي رفعت الكره الراسيه وسط الكره لسفيان ابرابط حاول يرجع الكره ولكن تنفذ الشرط ولكن قبل ذلك الحكم يعلن على نهاية المباراة بفوز المنتخب